قصتنا حلوة مرتبة عن طفلة جميلة مهذبة، كل يوم لها قصة تنتهي بأحلى ضحكة. خلوكم معانا في يوميات لودي. يا ربي أنا مرة جوعانة يا ماما. يا حبيبتي لو إنك صحيتي بدري كان يبديكي أكلتي فطورك كله، بس حطيت لك باقي فطورك بالشنطة. طيب تعرفي أنا في أي فصل؟ دوري فصلك بنفسك، ضروري تعتمدي على نفسك. أوه هذا صوت موسيقى. لو سمحتي لو سمحتي ممكن تباعدي رجلك؟ أوه كيف دخلتي هنا؟ أنا بموت من الجوع، ما أكلت شيء من أمس، بس حاكل شيء بسيط واروح أدور على فصلي. ممكن ما تقولي لأحد؟ ممكن؟ أكيد. بما أن الحفلة لسه ما بدأت ليه ما نلعب لعبة الكراسي والفايز بياخذ قطعة بيتزا؟ مين حابب يلعب؟ أنا. مستعدين؟ مستعدة أكل. 1 2 3. هي أنا ما قد شفتك في فصلنا قبل كذا. إيش هذا الكلام؟ أنا معاكم في الفصل من زمان. أصلاً ما يهم، لأن أنا اللي دائماً أفوز في كل شيء. فلا تتعبي نفسك لأن المركز الأول من نصيبي. سامعة؟ خليني أركز، البيتزا حقتي على المحك. أبلة سناء، البنات من أول بيجروا. ما حد راح يفوز غيري. لا. انت بخير؟ ايوه. شفتي كيف كانت سريعه؟ ترى انا الفايزه مو هي. النطه خطيره. شكرا لك يا لودي. لودي مو انت الطالبة الجديدة؟ انا كنت عارفة. لودي كلنا كنا نستناكي، هذه حفلة ترحيب بيكي. ها؟ ايش هذه حفلتي؟ يعني اقدر اكل كل هذا الاكل؟ طبعا. يا سلام انا محظوظة. هاي اسمعيني انت وصحبتك، الموضوع لسه ما خلص وراح يجي يوم اذوقكم فيه طعم الهزيمة. سامعين؟ اوه ما عرفت اسمك يا صاحبتي. اسمي غلا. تفضلي يا غلا. شكرا لودي.